شوفي في حديث اليوم عن الافريقيا مع رزان شويحات. صباح الخير رزان. صباح الخير. كيف حالك؟ كل عام وانتم بخير اول شيء. كل عام الجميع بخير بمناسبه عيد المولد النبوي الشريف. شكرا طبعا. شكرا جزيلا. بدنا نحكي اليوم عن الافريقيا ومتعودين انه شوفي في لازم نعرف من شو بتتكون اول. صح صارت فقرتك هاي المميزه. يعني انا بصراحه كثير بحب فقره التغذيه لانه فعلا عم نستفيد منها ان شاء الله دائما. اوكي اليوم بدنا نحكي نركز اكثر شيء على الافريقيا. طبعا للي ما بيعرف الافريقيا لانه نحن في اللي لاحظته هيثم انه في كثير ناس عم بيتابعونا حتى من برا الاردن. فنحن بالاردن متعودين كثير على الفريكة لكن في ناس مش كثير لسه متعودين على الفريكة. فالفريكة هي عباره عن القمح، حبه القمح بس بتكون لسه خضراء وبتم تحميصها وعشان هيك بيكون فيها نكهه الحرق شوي، بتحسها اكثر محمصه وبعدين بتتنشف وبتنطبخ بالطريقه اللي نحن بدنا اياها. فهي كانت احدى طرق حفظ القمح. شو سبحان الله قد ايه القمح نحن بنستعمله بكل اشكاله، هو كل مراحله بكل مراحله بكل شيء بالضبط، حتى هو مطحون حب كامل. فاليوم نحكي عنها كفريكه، وبما انه بنحكي قمح يبقى اول شيء نحن بنقول انه هي لا تعتبر جلوتين فري، يعني للاشخاص اللي عندهم حساسيه للجلوتين او عندهم مشكله السيلياك ما بيقدروا يتناولوا الفريكه لانه هي من منتجات القمح. طبعا. حلو 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 كثير. طب هلا الفريكه خشنه وبتنطحن، بصير اي فرق على القشور القمح او بصير اي شيء؟ لا طبعا هلا لانه نحن هون عم نطحنها مع قشورها. أوكي. فنحن عم ناخذ برضه الفائده اللي بدنا اياها، مش القشور، هي القشره الخارجيه خلينا نقول. لكن لما بتنطحن بتصير اسهل للطبخ. فالفرق مثلا من ناحيه الطبخ الناعمه بنستعملها اكثر للشوربات لانها بتكون طريه كثير بسرعه فبتاخذ اكثر من قوام الشوربه، بينما الفريكه الحب او الخشنه هي اللي بنستعملها اكثر لما بدنا نفلفلها زي الرز او لما بدنا نستعملها للسلطات. حلو. فهي بس من ناحيه تقنيه للطبخ لكن هي نفس الفوائد راح تكون الموجوده فيها. جميل جميل. يعني كمكونات الفريكه هي فعلا قمح بس ولا اي شيء ثاني، والقمح اكيد ماده غذائيه كويسه طبعا. لكن هلا اللي بيفرق عنها وعن القمح اكثر لما بنشف اكثر ولما بنقيم القشره الخارجيه تبعته بنستعمله على خبز، انه هون نحن لانه لساتها خضراء يبقى نحن لسه عم ناخذ المواد المضاده للاكسده اللي موجوده فيها. زي لما بنقول مثلا هيثم الشاي الاخضر عن الشاي العادي، لما بيكون لسه اخضر يعني لسه ما مر بعمليات تصنيعيه فبيكون لسه فيه فائده اضافيه اكثر. فعشان هيك هون الفريكه بنقول انه في لها اضافه المواد المضاده للاكسده اللي موجودة فيها، خاصة بتفيد كتير للنظر وخاصة لإحدى المشاكل النظر اللي بتصير مع تقدم العمر. اللي بتصير في مشاكل بدمور بالشبكية. فاللوتين أو إحدى المواد المضادة للأكسدة اللي موجودة في الفريكة كتير بتساعد لحمايتنا من مشاكل تقدم العمر والنظر. حلو. ففريكة كل يوم مش كل يوم، خلينا نقول مرة بالأسبوع على الأقل أو مرتين بالشهر لحتى تساعدنا نستفيد أكتر من مواد اللي موجودة فيه. حلو. طب على سيرة انه كل يوم، احنا متعودين على الاغلب انه الرز احيانا يعني على الاغلب كل صح. يوم اذا مش كل يوم ثلاث اربع مرات في الاسبوع بالزبط. فممكن انها تكون بديل مثلا. طبعا هلا نحن اصلا كمان هي تمشي بنقول كل ما نوعنا اكثر بالاكل بيكون افضل. يعني نحن بشكل عام بنقول خلي يومين رز، يوم فريكه، يوم مثلا برغل يوم بطاطا، يوم معكرونه. فنحن هيك اولا عم ننوع وعم ناخذ فوائد مختلفه من الاكل. فحلو برضه انه نرجع ندخل أكتر الفريكة بجدولنا اليومي. جميل. هلأ ممكن ما ندخلها كوجبة رئيسية كطبخة، ممكن ندخلها كسايد دش. يعني مثلا هلأ إحنا بالشتاء كتير بنعمل شوربات، فحلو إنه يكون في طبق شوربة من شوربة الفريكة كطبق جانبي باليوم ممكن إنه نساعده. أو ممكن ندخلها كسلطة، يعني واحدة من الأشياء اللي نحنا مكش كتير بنستعملها، بنفكر إنه الفريكة بس طبخة، نحنا ممكن نسلقها ونخليها بهذا الشكل ونضيفها للسلطات زي إحدى الحبوب اللي بنضيفها، خاصة كتير بتلبق مثلا مع الخضار الورقية زي السبانخ زي الجرجير. حلو. فممكن نرشها على وجه السلطة لإعطاء قيمة إضافية. تمام. احنا رزام جوز يسرقنا الوقت اليوم شوي، ننتقل للقيمة الغذائية. القيمة الغذائية على السريع هلأ. أولا أخبار كتير منيحة للأشخاص اللي بدهم يخففوا وزنهم، سعراتها الحرارية كتير منخفضة أقل من الرز، وبنفس الوقت كمان كتير بتفيد بتخفيف الوزن لأكثر من سبب. السبب الأول إنه الألياف اللي موجودة فيها بتعطي شعور بالشبع أكثر. نعم. بنفس الوقت كمان فيها نسبة بروتين مش زي الرز، فهذا برضه بعطي شعور بالشبع على فترة أطول. وبالإضافة لسعراتها الحرارية، فعنا ثلاث أشياء عم بتساعدنا تكون الفريكة بتساعد أكثر بتخفيف الوزن من الرز. فعشان هيك بنقول إنه ممكن
نستبدلها، وقيمة الألياف الموجودة فيها 3 أضعاف الرز البني، فعشان هيك كمان هي بتساعد أكثر بالشبع، وبتساعد برضو الأشخاص اللي عندهم سكري لأنه مؤشر الجلايسيمي تبعها كمان منخفض، فهي ما بترفع السكر كتير بسرعة. جميل. هلأ من ناحية تانية كمان للهضم، الألياف اللي موجودة بالفريكة بتساعد كتير بتحسين عملية الهضم، فبتقلل من الإمساك، بتحسن من حركة الأمعاء، وبتخفف كتير من الالتهابات اللي ممكن تصير بالأمعاء، فعشان هيك هي رح يكون في إلها قيمة إضافية للجهاز الهضمي، بالإضافة للأمعاء، بالإضافة للنظر، بالإضافة لزي ما قلنا تخفيف الوزن والشعور بالشبع لفترة أطول كمان. هيدا. حلو حلو جميل جدا. طب نحن بالأرقام أنا شايف أنه رقم الأفريكي عالي كويس يعني طبعا. 8 هلأ من ناحية قيمة غذائية عالية ومقارنة بسعرات الحرارية اللي هي بس 4، هلأ كمان قيمتها الغذائية من ناحية البروتين والمعادن، ففيها كالسيوم، فيها حديد، فيها زنك، هاي الأشياء ما بنشوفها كتير مثلا بالرز أو ببقية الحبوب اللي بتكون مقشورة أو مقيومة الطبقة الخارجية منها. جميل. بروتين يعني لما نحكي بروتين الرياضيين بجوز بنبسطوا، فقديش بروتين؟ فيها 4 جرام تقريبا للكوب، فهي أوكي. تعتبر كمية كتير منيحة لحبوب. نحن عم نحكي مقارنة عن الحبوب. نعم مش اللحوم وبيض وهيك. تمام. فهي كحبوب نحن ما بنتوقع ناخذ منها بروتين، لكن هي عم تعطينا كمية بروتين إضافية. تمام. عشان هيك بتعطي فايدة إضافية أكثر. جميل جميل جدا. طريقة الطبخ في أي شيء ممكن نسويه نحن نقلل من قيمتها الغذائية؟ لا هلا أهم شيء إنه نحن ما نكتر كمية المي بطبخها، الشوربة عم تحفظ أكثر القيمة الغذائية لأنه نحن عم نسلقها مع المي تبعتها. طريقة الطبخ نحن نطبخها زي الرز عادي ما بننقعها، فهنا نحن عم نحفظ برضو المعادن الموجودة فيها، منقليها شوي بالزيت، منضيف لها كمية المي، عادة كل كوب من الفريكة ممكن ياخذ 2 لـ 2.5 كوب من المي، لأنه يعني هي بتطول لتستوي مش زي الرز، فنحن ممكن نبدأ بكوبين، إذا حسناها ما استوت ممكن إنه نحن نضيف نص كمية أو نرش شوية من المي لحتى نحصل على القوام اللي إحنا بدنا إياه. نعم نعم جميل جدا. يعني هيك بتوقع رزان شملنا كل المعلومات اللي بنحتاجها. نعم. عن الفريكة. في أي شيء ثاني حابة إنك تضيفيه؟ لأنه نحن زي ما قلنا ممكن نطبخها شوربة، نطبخها سلطة، نطبخها مع دجاج، نطبخها مع لحمة، في كتير طرق ممكن أنه نحن ندخلها فيها، فنبدأ نستعملها أكتر خاصة أنه سعراتها الحرارية منخفضة وقيمتها الغذائية عالية. جميل جميل جدا. شكرا كثير رزان. شكرا لك. يعطيك العافية. شكرا شكرا على المتابعة. لا تنسوا تشتركوا بالقناة لتشوفوا كل شيء جديد.